السلام عليكم. نحن رح نبلش بقصة هي تجربة حبينا أن نحطكم فيها، وهي قصة طفل كان عمره سنة. هالطفل أصيب بشلل أطفال، ووالده كان مادياته كتير كتير صعبة، ووضعه يعني كتير سيء. فالولد كان بحاجة ل يعني جلسات فيزيائية علاجية بشكل يومي. الأب ما كان عنده هالقدرة. وصلت في يوم من الأيام بابا قادر يصرف عليه للولد، فقال ودعا ربه: يا رب أنا ما بقى قادر على هالحمل هذا، فإما خذوا لهالولد هذا أو أعطيني لحتى أقدر أنفق وأصرف عليه. بعد 4 سنوات، صار الولد عمره 4 سنوات أو 5 سنوات، حنسمي هذا الولد التاجر الصغير. الأم كانت تحضر للولد كل يوم صينية تحط له فيها شيء مثل التفاح مغطس بالكراميل. كنا نقول له نحن وصغار: معلل بيعلك. نعم، كان يحط هالصينية قدام البيت ويبيع أهل الحارة. كان عمره 5 سنين. ويوم تاني تحط له بسكوت محشي بالراحة، يوم تالت شيء اسمه سميدية. كان الولد يحقق النشوة آخر النهار لما يجمع الغلة النقل ويرجع على البيت ويحس إنه حقق شيء. بيوم من الأيام كان هالولد بالمدرسة، خلص المدرسة وطلع ما لقى الأوتوكار ناطره، فراح على الشارع. كان هو بمدرسة النهضة بالميناء، طلع على شارع بورسعيد مشي. طبعا هو مصاب، يعني طلع بتعب، وقف على الطريق وقت طويل شوي، مرق لحتى يعني لحتى انتبه له تاكسي. وقف التاكسي، قال له الولد، قال له: عن مساكن. قال له: التاكسي ربع ليرة. الولد معه فرنجان، ما صعب. حط الولد الشنطة على ظهره وراح للمساكن مشي. وصل على المساكن، طبعا كان الوقت ظهر وبعد ظهر العصر، ولما وصل وقعد صار يبكي، بس ما بكي لأنه تعب، بس بكي إنه لازم يكون معه ربع ليرة بجيبته، ولازم تكون منه من تعبه. الولد بيوم من الايام كان واقف قدام دكان والده ومحمصة ابوه المتواضعه بوقتها. لما بلش لقى رجال كبير بالعمر عم يجر عربيه ماشي، بيوقف هالرجال وكان عم يبيع شيء اسمه كعك الهواء، ما بعرف اذا حدا بيعرفه. كعك الهواء عليه سكر. بيوقف هالرجال وبيقرب على حيط قريب من الولد وبيوقف، بصير بيعمل شيء. الولد لفت نظره هالأمر هذا. لما راح الرجال قرب الولد وطلع، لقى الرجال الختيار صاحب العربية عم يفرك كان الكعكة ويحطها على بيت النمل. النمل كان عم يطلع ويأخذ الحبوب هيدي الصغيرة الكعكة المفرفطة ويفوت على الحجر تبعه. يا ترى كم نمل طعمه؟ 10، 20، 30، 40، بيت نمل، يمكن 500، يمكن 1000. من وقت انزرع بفؤاد الطفل انه لازم يكون له بصمه بالمجتمع ويكون يفيد، بدل يعني تعلم فن صناعه الاجر من هالرجل، لانه صناعه الاجور فن، وكل واحد له باب. ناس يمكن صدقه، ناس يمكن سعي وراء الناس الارامل، كل واحد له همه وطاقه وهو فن. انزرع بفؤاد الطفل انه هو لازم يفيد 500 شخص، 1000 شخص، 2000 شخص، 10,000 شخص، يكون له بصمه بالمجتمع. الولد دلمع ابوه، والاب كان كثير قاسي على ابنه. يعني الاب كان يشد على ابنه انه انا بدي اياك بيوم من الايام لانه عندك اصابه انك ما تعتز حدا ابدا. ما عاش الولد الطفوله اللي هو لازم كان يعيشها. كبر، كان عمره 17 سنة، سألوا أبوه، قال له: بتتزوج؟ الابن قال له: أنا بتزوج.
اتزوج. يعني انا بنظري يمكن ما شفت رب اسره اصغر منه، وكان عمره 19 سنه كان اب. استلم شغل ابوه وكان ركن من اركان العمل عند ابوه، وكان رب اسره وكان تلميذ، وقدر يجمع بين كل هدول باحتراف الاصرار بالعزيمه بالايمان. بدا العمل باحترافيه، ما في شيء الا بده يوصل لراسه، اي امر بده يفوت فيه بده يوصل لراسه. بدا العمل، خليني احكي عن نفسي الان، بدات العمل محامس الامين. يعني يمكن هي العنوان محامس، ولكن هي مجموعه الامين اللي هي بتضم 10 مصانع. كنا نشتري البوزه، يعني طبعا احنا ما عم نعمل هلا دعايه، احنا عم نتكلم بشيء انه الغالي يستفيد منه. كنا نشتري البوزه من برا. طبعاً انا لما بسافر لبرا اي شيء بدي اجربه بدي ذوقه، ذوق لازم تكون احسن من هيك، لازم تكون احسن من هيك. الشخص اللي عم ياخذ منه، انا بعرف انه مواصفاته عاليه جدا، بس قل له لا، البوصه لازم تكون بدون اسانس وبدون ملونات، يلي مستحيل. واذا عندك شخص بيقدر يعمل هيك بوصه انا ببصم له بالعشره. بلاش تجرب. في فستق حلبي مثلا اسمه كال او بوز، لونه اخضر اخضر اخضر، صرنا نحمصه على الهواء السخن ونطحنه على السلندر ونحطه بالبوصه، يطلع لون البوزة أخضر أخضر أخضر، ومنه بحاجة لأي مقوي للطعم. لما قلت له للشخص، قلت له أنا عملت بوزة بدون لون وبدون محسن الطعم، قال لي مستحيل. ابتسمت، ما في داعي إني أخبره. هلا طبعا فيكم كلكم تفتحوا مصنع بوزة وتعملوا هالمواصفات. أمر تاني، الكل اليوم بيجي بيقول لنا القهوة بن. بن برازيلي صافي والى اخره، في بن سيء وفي بن غير سيء. في بالعالم اكثر من 100 صنف بن، وما في بن، ما في شيء اسمه بن مو طيب. اذا قدرنا ندرس نحن خصائص كل بن، هذا البن بهالارض وطعمته هيك، هذا هارد، هذا سوفت، هذا يعني كل بن بالعالم له مكونات. اذا قدرنا ندرس شو مكونات البن، قادرين نحن نطلع خلطه معينه نحن لألنا خاصة. درست البن، درست البن، عرفت كل بن بالعالم شو خصائصه، لا أقدر أنا أعرف أشتغل. كان الأمر أنه ندرس شيء عن كل شيء ونتخصص بكل شيء عن شيء. هذا أمر كان كتير مهم، واللي بيشتغل شيء دائما لازم يكون أول شيء بيحبه وثاني شيء بيعرفه. يعني أنا إجاني شخص معلم بوزة وإله قال لي 15 سنة أنا بشتغل. قلت كيف تشتغل؟ قال لي هيك. اتصوروا انا صاحب مهنه ما بعرف اشتغل، حارتهن لهالموظف. فقلت له تشتغل مثل ما بدك. اشتغلت لا ما هيك بيشتغلوا، بيشتغلوا هيك هيك هيك. خلص مشيت الامور. المعايير والمواصفات يلي حطيناها لنطور العمل كانت عاليه. الحمد لله الشركه فيها 300 موظف. توسع الشركه خلانا نفكر انه لازم يكون في عنا تدريب، بدون تدريب ما في تطوير. فت عملت او تي واخذت شهاده تدريب مدربين من مركز كندي العالمي. طبعا كان فيني ابعث الموظفين على اي مركز تدريب ويدربوا، بس لا، انا لازم اكون راس بالامر وانا بدربهم وبعدين بجيب لهم متخصصين بمجالات ثانيه. فتحنا اكاديميه الامين الدولي للتنميه البشريه والتدريب. الهدف منا الاول كان هو تدريب موظفين محامس الامين. اتعلمنا شغلة اللي طلعوا على الفضاء من شركة ناسا ووصلوا على القمر، احدى وسائل الاعلام عملت معه مقابلة لواحد منهم. قالت له انت شو كانت مشاركتك؟ قال له انا وصلت على القمر. قال له ايه بس بدنا نعرف شو كانت شغلتك؟ قال له انا كانت شغلتي لم النفايات. ولو انه لم النفايات، بس هو حامل رسالة. هالرسالة اذا الكل عرفها وكل فهمها بيكون في نجاح. العمل كل الموظفين معنا بالمؤسسه بيعرفوا انهم شركاء في النجاح. انا ما وصلت لوحدي، انا وصلت لانه الكل مخلصين بعملهم. ولما بيكون التعاطي بين صاحب العمل وبين الموظف على انه شريك بينجح العمل.
تم تدريبهم وتم تأهيلهم لحتى نوصل لأعلى المستويات. تكلمنا عن البوظة، تكلمنا عن القهوة والمكسرات، قدرنا نجيب محامص من برا على الهواء السخن، قدرنا نحط معايير. نحن أول شركة في شمال لبنان عندها مختبر. ممنوع نستورد شيء من برا إلا أول شيء نفحصه. ممنوع نحط تاريخ على منتج إلا ما ينفحص. هذا بيصلح 3 شهور، هذا بيصلح 6 شهور وثلاث أيام، هذا بيصلح سنة وشهر وخمس أيام. هيك بنحط التاريخ. العمل باحترافية، العمل باحترافية والاهتمام بالتفاصيل والإيمان الكبير بقدراتك وباللي معك بفريق العمل هو سبب كتير من أسباب النجاح. ما وقفنا هون، نحن وقفنا على الإشارة الحمراء، بس الإشارة الحمراء الوقوف عليها مش معناتها أنه نحن وصلنا. الإشارة الوقوف عند الإشارة الحمراء هو بداية انطلاق. وأنا بعتبر شركة محامص الأمين الآن ب 17 فرع، وفرعين بالكويت، فرع طبعاً ببيروت جديد، وشركة بالسعودية، الآن بدأت الرسالة، والآن بدأت العمل. مش بس 300 موظف، بدنا نرجع للعربية والشخص اللي طعمه بيت النمل. أنا أطمح أن يكون سبب برزق آلاف الناس، لأن هذا هو الأجل. واللي بدي أقوله أنه التاجر الصغير اللي حكينا عليه بالبداية هو صغير الآن بينكم وكبير فيكم، والسلام عليكم.